أهلاً، أنا الشيف مهدي، سأقوم بتعليمك كيف تصنعين كعكة الجبنة بالفراولة المبردة على طريقة نستلي، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق لتحضير كعكة الجبن، فقط بثلاث خطوات سهلة وبسيطة، وستحصلين على حلواً لذيذة. قبل البدء بتحضيرها، إليك نصيحة سريعة كي تتجنبي التصاق الكعكة في الصينية. ضعي بعضاً من ورق الشمع في قعر الصينية وعلى محيطها. لصنع قاعدة كعكة الجبن، ابدأي بمزج كوب واحد من بسكويت دايجستيف المفتت مع ملعقتي طعام من الزبدة. اسكب المزيج في الصينية ورص العجينة بخفة على قاعدة القالب، ثم ضع القالب في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تصبح الزبدة باردة وتجعل العجينة متماسكة، وفي هذه الأثناء سنصنع الحشوة. لصنع الحشوة، امزجي 400 جرام من جبنة الكريمة الطرية مع علبة من حليب نسلي المكثف المحلى. أضيفي ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. اخلطي المزيج حتى يصبح طرياً. إذا استخدمت جبنة الكريمة بدرجة حرارة معتدلة، ستكون الجبنة طرية وسهلة الاستخدام. يساعد عصير الليمون الحامض في تجميد المزيج قليلاً، وكي تكون الحشوة جامدة وثابتة على عجينة البسكويت، سنضيف ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين المذوب في ربع كوب من الماء الساخن. أضيفيه إلى مزيج حشوة الكعكة واخلطي جيداً. اسكب المزيج على القالب الذي يحتوي على عجينة البسكويت وأعيد الكعكة إلى الثلاجة كي تبرد لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد عدة ساعات أزيل الكعكة من القالب كما ترين، وأزيل أيضاً الورق المشمع عن المحيط، ثم وزعي مربى الفراولة على وجهها. وهكذا تحصلين على كعكة الجبنة بالفراولة المبردة على طريقة نستلي. للمزيد من التفاصيل عن المكونات وللمزيد من الوصفات الشهية، زوري موقعنا الإلكتروني www.nestle-family.com.